اليوم 29 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 7 أيام فقط، وتندلع الجبهة بنيران لن يستطيع العدو الصمود أمامها. الصفحات الأولى للصحف المصرية وصلت تغطيتها في ذلك اليوم لكلمة الرئيس السادات بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات على وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. يتحدث السادات عن أهداف المرحلة، يركز على أهداف التنمية والنمو الاقتصادي، ويشير في كلمته إلى تحرير الأرض المحتلة. داخلين معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شغل. كان الخبر المهم الذي سيصبح مثار اهتمام الصحف المحلية والدولية عدة أيام هو اختطاف فدائيين فلسطينيين قطاراً قادماً من الاتحاد السوفيتي إلى النمسا، وعلى متنه 37 من المهاجرين اليهود السوفيات الذين سيذهبون عبر النمسا إلى إسرائيل. كذلك تشير الصحف إلى انفضاض المؤتمر السنوي لصندوق النقد، وقد يئس حاضروه من ممثل الدول من إحراز أي تقدم ملموس بشأن إصلاح النظام النقدي الدولي. محلياً تعلن الصحف انتظام نحو 6 ملايين طالب مصري في صفوف الدراسة، كأن الأمور تسير على نحو طبيعي تماماً. وعلى الصعيد الفني تكتب الجمهورية عن حيرة الفنانين المصريين في سبب النجاح الكبير لفيلم خلي بالك من زوزو، والنقاد يشيدون بالفنان محمود ياسين بوصفه أهم ممثل صاعد. وفيما يتعلق بالرياضة، عادت المفاجآت إلى الدوري المصري حيث فاز البلاستيك على الإسماعيلي بهدف واحد. لا شيء يشير إلى اندلاع معركة كبرى بعد أيام قليلة. هكذا مضت خطة الخداع الاستراتيجي تحقق أهدافها، ولحظة الحسم تقترب.